ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مكاي حسن تيسو مناسبة توزيع شهادات للدفعة السادسة من طلاب المعهد الوطني لعلوم والتقنيات بأبشة بدرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية وهندسة الكهرباء. جرت المناسبة بحضور عدد من الأساتذة والباحثين ورؤساء ومدراء الشركات البترولية. محمد حسن آدم. تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تيسو، جاءت مناسبة توزيع الشهادات للدفعة السادسة من خريجي المعهد الوطني للعلوم والتقنيات بأبشة إنستا، وذلك بدرجة الماستر في هندسة الميكانيك وهندسة الكهرباء، إلى جانب توزيع الشهادات للدفعة الثالثة في درجة ماستر البحوث بمختلف التخصصات العلمية، حيث ابتدأت المناسبة بكلمة ترحيبية للمدير العام للمعهد مالوم سلطان، وتلتها عدة مداخلات منها كلمة شكر وعرفان لجميع من ساهم وساعد في تحمل تكاليف هذه الدفعة السادسة من قبل ممثلة الطلاب. سفير فرنسا لدى البلاد سعادة فيليب لاكوست أشار هو الآخر إلى الشراكة القائمة بين البلاد وفرنسا في مجال التبادل العلمي والمعرفي، كما جدد التزام بلاده لتقديم الدعم اللازم للمعهد بغية المشاركة في دفع عجلة التنمية ومواكبة العصر الحديث. وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تيسو في كلمته بهذه المناسبة قال إن الحكومة تولي اهتماما بالغا لقطاع التعليم لا سيما التخصصات العلمية والتقنية، وأن هذه الدفعة هي ثمرة جهود الحكومة في هذا المجال، مضيفا بأن أكثر من 90% من خريجي هذا المعهد يعملون الآن في مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجال البترول، وذلك خير دليل لنوعية التعليم بهذه المؤسسة الوطنية. كما تخللت المناسبة أيضا توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين شركتي إيسوتشاد والشركة الوطنية للمحروقات SHT والمعهد الوطني للعلوم والتقنيات بأبشة، وذلك للفترة ما بين العام 2017 وحتى العام 2019 لتمويل ورعاية الدفعة الجديدة. نقابة معلمي تشاد تحتفل باليوم العالمي للمعلمين دورة 2017 بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية بحضور عدد كبير من المعلمين والمعلمات، إلى جانب حضور ممثل مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة وبعض المسؤولين والمفتشين بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة. خليل صالح. علموا بحرية واعطوا الاستقلال للمعلمين، كان ذلكم هو شعار نقابة معلمي تشاد للاحتفال باليوم العالمي للمعلمين دورة 2017، مناسبة حضرها عدد كبير ممن كرسوا حياتهم وجهودهم لتربية النشء وتعليم الشباب. في كلمته بهذه المناسبة الأمين العام للنقابة بليس أنغارتودي قال إن التعليم واجب أساسي يجب تأديته في ظروف مناسبة واستقلال تام، وأضاف أن هذه المهنة لا تستطيع تلبية رغبات المجتمع بسبب التدخلات السياسية والنظرة الدونية للمعلم وتهميشه في المجتمع، مما ينفر الأجيال القادمة من الانخراط في هذه المهنة الشريفة. وانتهز المعلمون والمعلمات هذه الفرصة وقدموا حلولا واقتراحات للحكومة تنصب حول تحسين ظروف المعلمين واحترامهم على الصعيد العام والخاص. نوصي المكتب التنفيذي الوطني بالآتي: 1- تنظيم المؤتمر العام للنقابة، 2- تجديد المكتب التنفيذي الوطني لنقابة معلمي تشاد. نوصي الحكومة بما يلي: مد المؤسسات التعليمية بالمستلزمات الضرورية على الأقل، نقل بعض المسؤولين الذين قضوا فترة طويلة في مناصب المسؤولية في جميع المستويات، دفع علاوات بحوث لجنة التحكيم وعلاوات المعلمين المتعاقدين بالتعليم العالي،
دفع مؤخرات رواتب المتعاقدين بالمركز الوطني للمناهج. ممثل مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة أبكر يوسف زايد قال إن الاحتفال بهذا اليوم يعني مراجعة الأوراق لتحسين أوضاع المعلمين من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي للبلاد، مؤكدا أن كل المؤسسات الحكومية لا تخلو من ثمار المعلم، وبالتالي فإن المعلم يستحق أن يكرم ويحترم لأنه هو المربي الروحي الذي يعطي كل شيء. وجات تحتاج لمعلمين أكفاء يؤهلون كوادر نوعية ويرتقون بالمستوى التعليمي للبلاد. نظمت نقابة معلمي الأساس احتفالية باليوم العالمي للمعلمين دورة 2017 بحضور ممثلي النقابة وجمع كبير من المعلمين والمعلمات مرحلة الأساس، حيث ترأس المناسبة رئيس اللجنة التنظيمية محمد طاهر باشر وعدد من أعضاء النقابة. إبراهيم مسلفي. سعياً إلى تطوير مهنة المعلمين وتشجيعاً لجهودهم الجبارة باعتبارهم قادة الأجيال ومصابيح الدجى وبناة العقول ومربي الأجيال كما جاء في النظم قم للمعلم وفيه التبجيلة. وفي هذا الإطار يجيء اليوم العالمي للمعلمين دورة 2017 تحت عنوان التدريس بالحرية هو استقلال المعلم. وبهذه الاحتفالية تداخل بعض من مسؤولي النقابة بعدة مداخلات، منها كلمة رئيس اللجنة التنظيمية محمد طاهر باشر الذي تطرق إلى مهنة التدريس وأشاد بمواقفهم وحياهم بالعودة إلى ذويهم وتمنى لهم التوفيق والسداد للعام الدراسي الجديد. أما كلمة ممثلة نقابة المعلمين الأساس ماجينجي كارجي مادين تحدث عن اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر من 1994 إلى 2017، واحتفال معلمي تشاد به منذ 24 سنة بعيد ميلاد التوقيع والتوصية على قرار اليونسكو والمنظمة الدولية للعمل في عام 1966 المرتبطة بظروف المعلمين، مشيرة بأن هذا اليوم يعطي مهني التربية فرصة تأمل حياتهم المهنية وخاصة بتعريف الجمهور بالدور الهام والحازم للمعلمين الذي يقومون به في التربية لتطوير الشباب التشادي، وأن مثل هذه المناسبات تعطي دفعة للمعلم لتوصيل رسالته السامية للأجيال على أحسن وجه. كما وصلنا للتو هذا التقرير، حيث التقى أمين الدولة بالتعليم العالي دكتور حسين مسار حسين ببعض من الطلاب الحاصلين على منح دراسية. تفاصيل لدى حسن جدة. قام بها أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين إلى المملكة الأردنية الهاشمية في 17 حتى 24 من سبتمبر الماضي بدأت تعطي ثمارها. فبعد الاتفاقية التي أبرمها الدكتور مسار مع إدارة جامعة الزرقاء الأردنية حول قبول الطلاب التشاديين للدراسة بتلك الجامعة، يتواجد منذ أمس وفد أردني من جامعة الزرقاء بقيادة صفوان العمري مدير العلاقات العامة بجامعة الزرقاء بالعاصمة أنجمينة، وذلك لمقابلة الطلبة والطالبات الراغبين للاستفادة من التخفيضات التي منحتها الجامعة للطلاب التشاديين، خاصة حاملي الشهادات العلمية من حملات الشهادة الثانوية البكالوريوس والماجستير. فمنذ هذا الصباح يتواجد العشرات من الطلاب التشاديين بالمركز الوطني للبحوث من أجل التنمية من أجل إجراء المقابلة. وقد أبدت الجامعة أثناء الاتفاقية حرصها التام على تأمين الخدمات الضرورية اللازمة للطلاب التشاديين وتقديم خدمات تعليمية ومجتمعية وتخريج طلبة مؤهلين في مختلف التخصصات العلمية كالصيدلة والتمريض وتخصصات الهندسة والتكنولوجيا الحديثة. ونحن اليوم إن شاء الله في مقابلات مع الطلبة من أجل قبولهم في برنامج البكالوريوس والماجستير في جامعة الزرقاء. هذه الفرصة كانت سانحة لبعض الطلاب بأن يشيدوا بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم العالي عبر أمين الدولة في توفير فرص للطلاب للنهوض بقدراتهم الفكرية والإبداعية لخدمة المجتمع. أولاً أشكر إخواننا الأردنيين الذين أتوا إلى هنا وقدموا لنا المنح والفرص. الله يشكرنا، نشكر وزارة التعليم اللي قامت بجهود الجبارة له، نشكرهم شكر بالغ ونتمنى كده نهض بهذه المنح إن شاء الله. حيث هذه الاتفاقيات
تقوم بتمديد لنا نحن كطلاب بدراسة خارجية نتمكن من خلالها العمل مع المجالات العلمية خاصة. هذا وأن عملية القبول تتم بعد إجراء معاينة للطلاب الراغبين بدءا من هذا اليوم. كما وصلنا هذا الإعلان من أمانة الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار بأن وفد الجامعة الدولية الخاصة متعددة التقنيات بصفاقس الجمهورية التونسية مستعد لمقابلة الطلبة والطالبات الراغبين للاستفادة من التخفيض المقدر ب50% من رسوم التسجيل في تخصصات العلوم والتكنولوجيا الرقمية، وتجرى المقابلة غدا إن شاء الله بمشيئة الله الجمعة في تمام الساعة 9 صباحا بصالة الاجتماعات بالمركز الوطني للبحوث من أجل التنمية. وتقبلوا التوقيع، تقبلوا منا خالص التقدير التوقيع مسؤول العلاقات العامة والإعلام الفاروق محمد صالح. أعزائي المشاهدين، كان هذا كل ما لدينا لهذا المساء، قدمناه لكم من الفضائية التالية. لكم مني أطيب المنى، في أمان الله.